مني الشقه بتاعتي البلطجيه واستولوا على الشقه بتاعتي. رحت الشقه بتاعتي مشينا لما حصل ضرب النار وحصل البرجله اللي في البلد، خدت بعدي وخدت عيالي ورحنا على البلد، قعدت عند بيت ابويا. جيت بعد شهرين رجعت لقيت حد، لقيت البلطجيه كسرين الباب وداخلين فيها. رحت خدت اخواتي ورحت عملت محضر في اسم تاني العاشر من رمضان، عملت المحضر. قالوا لي يا ست احنا مش هنقدر نعمل لك، حفظوا لي المحضر، وقدمت الاوراق وقدمت عقد وقدمت وصل النور وقدمت كل ما يخص ان دي الشقه دي بتاعتي كنت قاعده فيها. قالوا لي هاتي الجيران يثبت ان انت كنت قاعده في الشقه. جبت الجيران وعملوا وقدموا الشهاده ان دي كانت في الشقه. ورحت قلت لهم، قالوا ان البلطجيه جم كسروا الباب. ورحت شقتي لقيت شقتي مكسور الباب مكسور نصين وقاعدين فيها، ومعاهم كلاب ومعاهم المسدسات اللي هي الطبنجات الصغيره ومعاهم الاسلحه البيضاء اللي هي السكاكين الكبيره والحاجات دي الخناجر والحاجات دي. هعمل ايه؟ ليا اخين، واحد امين شرطه والتاني هوديهم واوديهم فين؟ قدمت شكوى يا بس يا رب يعملوا لي حاجه. انا بقالي سنه ولا باخد ايجار من الشقه ولا بدفع ايجار لهيئه الاسكان. انا كل شهر بيعد عليا 210 180 جنيه كل شهر بتعد عليا. هدفع فلوسي كلها منين وانا معايا اربع عيال؟ سيادتك من محافظه الدقهليه مركز صلخ، وعربيه رقمها 97 53. ضربه الطفل ده عنده 4 سنين ونص قدام بيته. صاحب العربيه اسمه سمير، اسمه سمير ابو الحمد. واللي ضرب ابني اسمه ابراهيم السيد سديه، وسواه على باب الله. وسمير ابو الحمد قادر بالفلوس، وانا معيش حاجه، معيش اقوم محامي، انا معيش اقوم محامي، وعاوز حقي دم ابني السيد ابراهيم عمر. ودايس عليه مرتين بالعجلتين وفي شارع وفي حرس سد قدام بيته قاعد. انا عاوز حقي ابني، ومش هسيبك يا سمير، مش هسيبك يا سمير يا صاحب العربيه سمير ابو الحمد، مش هسيبه ولا ابراهيم السيد سديه. وانا من محافظه الدقهليه مركز طلخه، وعنوان الطلخه شارع لاتشين منزل رقم 1 بجوار التعبئه بتاعت الجيش. بس عندي امل في ربنا وفي الدكتور مرسي اللي احنا كلنا ايدناه بحب، انه يعني يبقى في بصيص من الامل ان نلاقي مكان نعيش في بلدنا. انا حاسه انها غيبه مش بلد. القوي بياكل الضعيف، مفيش مجال للضعيف، الضعيف معدوم ميت كل حاجه. لو عليك بسنه بياكلك وكله، من اول صاحب البيت يغلى عليك الايجار الجديد اللي حطوه ده، حطوا سكينه كلمه على رقبتنا. كان زمان صاحب البيت عارف ايجاره وخلاص، والمستاجر عارف. دلوقتي بيزود البنديره، بيزود لما هيقتلنا. لو عجبه الساكن يخليه ما يزودلوش، لو ما عجبوش يزود له ويعد العداد. واما صاحب البيت يسرق، واما يجيب كارد. جوزي قاعد يجيب في كروت لحد ما هيتحبس بسبب صحابات البيوت الجشعين. انا عندي ضيق في الصمام اهوت، الورق اهو ضيق في الصمام، وعندي عيله عندها ورم في المخ اهو، والفصيل اهو سلبي، بجيب دم على حسابي ومديون، مش قادر اجيب دم ولا اجيب حاجه خالص اهو. تكارير هيت مش قادر اجيب حاجه، ومديون في 12,000 جنيه فصيله وسلبي. بجيبهم، ما مش معايا اي فلوس ولا معايا اي حاجه، ومعايا 8 عيال. وهو تاني يضيق في الصمام اهو، وعيله عندها ورم في المخ بنت هي اهي. انت قدمت شكوى يا حاج ولا لسه؟ لسه. انا عايز عليا 12,000 مسلفهم من الناس عشان فصيله وسلبي، والورد معايا اهوت، كل ما يثبت معايا اهوت. عايز ان شاء الله يعني ناوي جاي هنا عشان تقدم شكوى للدكتور محمد مرسي في ديوان المظالم، وان شاء الله ينظره في مشكلتك ان شاء الله. مساعده، انا عايز المساعده بس، انا مش عايز اعمل حاجه، عايز مساعده، اي حاجه اسد لك اللي علي. يعني عايز تكافل اجتماعي ويسدوا لك الفلوس، وعايز كمان علاج على نفقه الدوله ان شاء الله. ايه كمان عايز علاج على نفقه الدوله؟ لا الحمد لله، انا بتعالج في الشرقيه في الزيزيق، وانا جاي من الزيزيق وبتعالج هناك، بس الفصيله وسلب الدم هو اللي ضايقني، بس ما
لما نب ب ب بت بتعالج في الزازيق وبنت بتتعالج ورم في المخ هو ورم في المخ هو اهو اهو بنت هي. فانا عايز حد يساعدني باي حاجه اسد اللي عليا انا جايب فلوس بش 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 بشيكات اهو مت عليا اهو.